طبيعي اللي حصل ده. أنا كنت متوقع أصلاً. كنت متوقع إن هما يسيبوا بعض؟ مش بالسرعة دي، بس كنت متوقع. وبنيت توقعاتك دي بقى على أساس إيه؟ هو بابا وطنط عرفوا بعض إمتى وفين وإزاي؟ ده هيعرفوا بعض إمتى أصلاً؟ فطبيعي مع أول مشكلة هيبعدوا. علاقة هشة. أيوة يا طاهر، بس أنت علاقتك بنادى مثلاً بقى لها سنين، يعني المفروض أنت فاهمها وهي فاهماك وعارفين بعض كويس. مع ذلك لما المشكلة حصلت أنت اكتشفت إن العلاقة هشة. ما تزعلش مني. لا أزعل إيه بقى؟ مبقتش بزعل من حاجة. قولي أنت إيه رأيك في اللي مراد وليلى عملوه ده؟ الاتنين كدابين، بس ليلى كدابة أكتر. على فكرة مراد ما دخلش الأوضة، أنا كنت صاحي. من غير ما تقول، أنا عارفة. هو السؤال هنا، هي ليه عملت كده أصلا؟ هي ما كانتش مرتاحة عندكم. مين كان مرتاح يا هند؟ الوضع ما كانش كويس يعني. يلا الحمد لله، اللي كلنا كنا عايزينه حصل. على رأيك، شوية هينسوا إذا كان بابا ولا طنط. ممكن. بس أنت مش مستغرب حاجة؟ إيه؟ يعني اللي أنت كلمتني وإني رديت وإن إحنا اتقابلنا وخلاص إحنا المفروض ما نتقابلش، اللي إحنا عايزينه حصل، الجوازة اتفركشت. يعني إحنا علاقتنا علاقة صحاب يعني. وعلاقة الصحوبية دي بتدوم أكتر من أي علاقة تانية. بس هي ماما لو عرفت إن إحنا بنتقابل هي مش هتستوعب أساساً. والله ولا بابا صدقيني. استأذنك أخد التليفون ده. يوسف عامل ايه؟ اخبارك؟ هند مش همش هبعت لك رقمها. اوكي ماشي، يلا قبلك بالليل. باي باي. سلام. هو عايز رقمي ليه؟ اكيد عشان الفكره اللي انت قلتها له. ما طالما دخلت في دماغه يبقى ينفذها. ايه ده؟ هو ايه اللي جاب اروى هنا؟ اروى؟ انا لو اللي في دماغي صح يبقى ضحك. بس ايه اللي في دماغك؟ علي قبل ما انزل كان بيغير هدومه عشان رايح مشوار، فبيسالني ما تعرفش الكافيه بقى كويس وبتاع، فقلت له على الكافيه ده. بعدين سالته انت محتاج كافيه؟ فقال لي بسال في العموم. فلو اللي في دماغي يا هند. ايوه، ايه اللي هيخلي علي يقابل اروى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه الحوار ده؟ ازيك؟ تعالي اقعدي. الاخبار كله تمام؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا مش مصدق. ابويا وامك لو شافوا المنظر ده اقسم بالله هيتشلوا. انا مش مصدقها. بقول لك ايه؟ تعالي تعالي قومي. انت يا ابويا ده. واحده واحده بقى. الو. مفاجأة؟ ايه ده؟ بتعملوا ايه هنا؟ بتعملي ايه؟ اهلا اهلا اهلا. ايه الحوار ده؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.